مقادير الكفتة الحاتي: كيلو لحمة مفرومة، توابل كفتة، ايه توابل كفتة، ماشي، اه ما انا بقول هي فين، مكعبين زبدة وزيت. طيب توابل الكفتة عبارة عن ايه؟ لو احنا هنشتريها جاهزة في اكياس بتتباع كده، هقول لكم هنزل لكم اسمها على الصفحة، وانا كنت اتكلمت عنها قبل كده، دي بتعامل بيها على طول وبتديني تيست في منتهى الجمال، ما بحتاجش ان انا ولا احط تفل بصل ولا ميه بصل ولا الكلام ده كله خالص. باخد الكيس، بيبقى هم كاتبين على الكيس انه الكيس بيتحط على نص كيلو لحمه، انا بزود عن الكيس شويه، يعني ممكن احط كيس وربع على نص كيلو اللحمه عشان التتبيله نفسها تظبط وتديني طعم في منتهى الجمال. طيب لو انا مش عايزه اجيب الكيس دوت الجاهز ده من بره، اعمل ايه؟ هتنزل دلوقتي مقادير توابل الكفته اللي احنا ممكن نعملها في البيت ونحط منها. طيب توابل الكفته المشويه: معلقه كبيره زعتر ناشف، معلقه كبيره كباب صيني، معلقه كبيره زنجبيل مطحون، بقدونس مجفف، يا اما احنا بنجففه في البيت وهقول لكم بيتجفف ازاي، يا اما بنجيبه من عند العطار، معلقتين كبار كزبره ناشفه مطحونه ناعم جدا، معايا ملح، ومعلقه كبيره فلفل اسود حب. كل الحبوب بنديها تحميص على الناشف، نسيبها تبرد، نبدا ان احنا نطحنها مع بقيه المكونات، بقى عندنا توابل كفته طعمها وتتبيلتها وريحتها في منتهى الجمال. طيب البقدونس المجفف نعمل فيه ايه لو احنا مش هنجيبه من عند العطار، سواء البقدونس او الكزبره او كمان الشبت، هنعمل فيه ايه؟ بنغسله كويس قوي، بنبدا ان احنا ننشفه، ننطره كويس قوي من الميه، وباخد الورق بتاعه زي ما بنعمل النعناع وزي ما بنعمل الملوخيه بالظبط، باخد الورق بتاعه وبحطه على صينيه ويفضل ان هو في الهواء ينشف، وافضل اقلبه ينشف، وبعد كده افركه بايديا خالص بيطلع معايا زي الفل. طيب لو انا مستعجله على البقدونس ومش عايزه ان هو ياخد الوقت ده كله، وكمان النعناع لو انا مستعجله عليهم وعايزه اجففهم بسرعه ويبقى عندي نعناع وبقدونس ناشف، اعمل ايه؟ لو عندنا ميكروويف ما فيهاش اي مشكله، بروح جايبه صينيه واحط عليها البقدونس او النعناع، بس طبعا بيكونوا ناشفين من الميه، وادخلهم في طبق في الميكروويف 30 ثانيه 30 ثانيه، هيبدا اول 30 ثانيه كده هتلاقوا ان هو بدا لونه يتغير، ثاني 30 ثانيه هتلاقوا بدا ان هو ينشف، ثالث 30 ثانيه هتلاقوا ان هو بيتفرك زي اكنه خد 3 4 ايام ينشف فيهم. فاللي عنده ميكروويف يستعمله، واللي عنده اللي ما عندوش ميكروويف ينشف بالطريقه البلدي بتاعتنا. طيب قلنا توابل الكفته، وادي اللحمه المفرومه، وادي الزبده، كل اللي محتاجاه لتتبيل لتشكيل الكفته، عايزه مسن، مسن اللي هو بتاع السكاكين ده كده، ما عنديش مسن، اعمل ايه؟ ما عنديش اي مشكله خالص، قلم رصاص اغسله واصبنه كويس، او حتى لو هو جديد، قلم جاف، عندي معلقه من هم الخشب اللي هو الايد بتاعتهم مبرومه، اللي انت عايزاه، اي حاجه مبرومه ومدوره كده، حتى لو مبططه، ساعات بنعمل الكفته المشويه اللي هي التركي بنعملها على حاجه مبططه برده هتشتغل معاكي زي الفل. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي ايه؟ انا قلت لكم تتبيله الكفته دي ولا بحتاج لها تفل بصل ولا ميه بصل ولا اي توابل خالص، باخد تتبيله الكفته ادعكها مع اللحمه وابدا اصبع، مش عايزه اكتر من كده. طيب الفرن شغال عندي على درجة حرارة 200، كل اللي هعمله هصبع الكفتة واروح حطها في الفرن تبدأ تستوي معايا. طيب لو انا عايزة الشوايات بقى بتاعتنا، عندي الشوايات جريل اللي هي الكهرباء شغالة، عندي لو طاسة تيفال على النار شغالة، عندي لو انا عايزة بقى اعمل شواية بالفحم في البيت وما عنديش شواية، اعمل ايه؟ صينية ألمونيا من بتوعنا اللي هم القدام، بروح مغلفاها فويل، صينية ألمونيا من المدورين بتوعنا دول، أروح مغلفاها فويل وأروح مولعة حبة الفحم وأروح حطاهم في الصينية، وأروح حاطة فوقيها الشبكة بتاعت الفرن، أحط فوقيها شبكة الفرن، ولازم المسافة بين الشبكة والحتة اللحمة اللي احنا حاطينها والفحم كده أو أزيد، يعني شبر كده، أربع صوابع أو أربع قراريط أو شبر، المساحة دي المساحة دي، ليه؟ لو هي قريبة، لو اللحمة قريبة من الفحم دي، لو اللحمة قريبة من الفحم هلاقي حتة اللحمة بدأت تتلسوع معايا بكل سهولة كده وبسرعة من غير ما اللحمة ما تستوي، فده برضو أنا مش عايزاه. طب الكفتة هنقول ممكن إن هي التسوية بتاعتها هتبقى كويسة لو أنا عملت كده، طيب لما أجي أسوي الكباب الموضوع ده مش هينفعني خالص. طب هعمل ايه في الكباب؟ هوريكم دلوقتي واحنا بنعمله هنسويه ازاي من غير شوايه وياخد نفس ريحه الفحم اللي احنا بنجيبه من بره. بصوا كده انا عملت ايه؟ دعكت اللحمه كويس قوي بالتوابل بتاعتها،
بالشكل ده كده، لازم ادعكها كويس علشان اتاكد ان مفيش حته فيها حته توابل زياده وتكون مملحه عن الباقي. طيب الزبده نركنها على جنب كده، واجي هنا وابدا اصبع كده بالشكل ده كده، وادي المسنه عندي اهو. بنكبر صباع الكفته شويه علشان طبعا لما بيدخل الفرن بيبدا ان هو يكش. طب مش عايزه الكفته بتاعتنا تكش، من اعمل ايه؟ بنحط لها سنه كربوناتو علشان ما يكشش معانا. بصوا، ولا محتاجه ان انا اعملها بميه بصل ولا محتاجه اي حاجه خالص، ماشيه زي الفل اهي على المسن بالشكل ده كده. الفرن بتاعنا شغال على درجه 200، مجرد ما اخلص مقدار الكفته بتاعنا هروح احط حته زبده ومعاها شويه زيت واحطهم على الكفته من على الوش كده اهوت، علشان نشوف لما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي. تعالوا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل اكون صبعت الكفته ومش هحطها في الفرن الا لما ترجعوا لي. طبعا الكفته زي ما حضراتكم شايفينها كده، وادي الزبده اهي، وادي شويه الزيت بالشكل ده كده، واروح عامله كده، مش عايزه اكتر من كده. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، هنحطها دلوقتي وهوريكم شكلها وتسويتها، مش هتاخد وقت خالص، واضمن لكم ان انتوا هتاكلوا اطعم كفته في حياتكم، احلى من بتاعه بره كمان بالشكل ده كده. هنسيبها في الفرن هيبدا يتغير اللون بتاعها، مجرد ما يبدا يتغير اللون بتاعها هروح ماسكه الصاج كده وابدا ان انا ارجه او ادحرج الكفته اللي فيه من غير ما المسها خالص لحد ما تستوي من جميع النواحي او من جميع الاتجاهات. طيب ده كده الكفته وخلصناها خلاص، الكفته بتاعتنا. تعالى بقى بص كده معايا يا جمل، بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بصوا كده هطلعها، هطلعها يا جمل، هطلعها بسم الله. بصوا كده، بص شكلها عامل ازاي، كده اتسوت؟ لا لسه شويه، انا عايزاها تتلسع وتاخد اللون الحلو، عشان كده انا دحرجتها كده علشان اللي ما استواش يتلف معايا عشان ياخد اللون الحلو تحت الشوايه. نعمل كده بسم الله، ما شاء الله عليها وريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي. طيب كل اللي هعمله هروح قافله الفرن واروح عامله كده. ليه؟ لو طلعتها من دلوقتي لحد ما اجي اقدم او لحد ما تيجوا تاكلوا هتنشف معايا، هتنشف معايا، فبحطها في الفرن كده واروح قافله عليها عشان تحتفظ بالحراره بتاعتها اللي جوه، وساعه الاكله اروح مطلعاها عامله لها الفحميه والدهون اللي نزلت مع الزبده والزيت بتاعتها ببدا ان انا اصبها على الوش، بتدي تطعيمه حلوه جدا.